بايدن أيضا يتحدث أيضا في كلمة مطولة استغرقت ربما 11 دقيقة، تحدث فيها عن الشراكة مع العالم العربي، بدء علاقة وإعادة العلاقات الاستراتيجية، العلاقات المهمة، تحدث على أنه الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة، لن تغادر هذه المنطقة، لن تترك هذه المنطقة لروسيا والصين، لن تترك هذا الفراغ لروسيا والصين. طبعا تحدث أيضا على الدول وقال الدول الموجودة احنا موجودين شركاء مع بعض، كلنا مع بعض، الولايات المتحدة ستكون موجودة، هناك دعم مع الدول العربية، مع كل الشركاء الموجودين في خلال هذا الاجتماع. ربما سنجد تحركات كثيرة، ربما يكون هناك في انفراجة حقيقية بين العالم العربي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن انسحبت أمريكا من المنطقة، وكانت قد تعهدت قبل ذلك على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما كان مرشحا أنه لن يتواجد في المنطقة ويترك المنطقة، وبالفعل سحبوا قوات لهم في المنطقة وعادوا، لكن اضطرت الولايات المتحدة تعود مرة أخرى بعد أن أخطأت باتخاذ هذا القرار، ثم عادت مرة أخرى إلى المنطقة تبحث مرة أخرى لإعادة الشراكة من جديد، شراكات سياسية، اقتصادية، دبلوماسية، دعم ومساعدة ومساندة. هناك الآن لغة المصالح، أمريكا تحتاج العالم العربي والعالم العربي يحتاج الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لن يكون هذا الأمر أبدا على حساب العلاقات العربية مع روسيا، العلاقات العربية مع الصين. العالم العربي لديه علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات استراتيجية مع روسيا، علاقات استراتيجية مع الصين. نتابع ماذا